من إن نعتبر داخل الحكومه ان التعليم ركيزه اساسيه لتعزيز بناء الدوله الاجتماعيه ومغرب التنميه كما يطمح له جلاله الملك نصره الله. ومن هذا المنطلق نتشبث كفريق حكومي بالتزاماتنا المتعلقه بالاصلاح الشامل لمنظومه التعليم وتحفيز هيئه التدريس للقيام بواجبها على افضل وجه ولتحقيق ذلك قناعتنا الراسخه هي ان الحوار هو السبيل الوحيد لايجاد الحلول الناجعه ومعالجه المشاكل المطروحه وتشجيدا لذلك احنا كندعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسه للحوار القطاعي وفي الأخير أؤكد مجدداً على أننا على استعداد لتوطيد قنوات الحوار.